فينا نفتح التليفون تبعك؟ اكيد. خلينا نفتح التليفون. بدي اشوف اخر واتساب لمين بعتي. اخر واتساب كان لمامي هلا من شوي تطمنها لحية. هلا بشوف فيك الوقت. يمكن حكيتها. غير المامي. فرجينا الكاميرا عم تاخدها. الكاميرا عم تاخدها. خليني اشوف مين اخر واحد. لا ما فيني اشوف فيكم مع مين اخر. لانه في كثير ناس اصحابي بس ما بحبوا يطلعوا على ما رح يطلعوا بس عم نشوف. لا فيني فرجيك انجيجمنت جروب مثلا. لا بهمني اعرف مع مين من اصدقائك عم تحكي. معك انت تمام مثلا. حكيتي معي. حكيتك معك. اوكي قبل. قبل مع الفاميلي. مع الفاميلي. هلا حتعمل البراءة كلها. لا لا هو بدي اعرف اخر رسالة حب لمين بعتيها. رسالة حب ما في عندي. فيني شوف التليفون؟ فيك تشوف التليفون؟ لا ما فيك تشوف التليفون تمام. ما بيأثر. لأنه في اشياء بتضلها سيكرت بالحياة. رح احترم هيدا الشيء فيكي ولكن رح اطلب منك تختاري اسم رقمين على الهواء مباشرة تطلبيهم. فيك تكوني اشتقتي لهم، فيك تكوني ما بتحكي معهم، تكون عندك جرأة تقولي انا ما بحكي معهم وتطلبيهم على الهواء وتدقي لهم. لمين بتدقي؟ الفنان معين شريف او الفنانة مادونا، اثنيناتهم بيعنوا لي كثير واصحابه بحبهم كثير. معين صار لي زمان كمان ما سلمت عليه. تحية كثير لمعين. اكيد. وتحية للليدي مادونا اللي انا بحبها كمان كثير كثير اكيد كتير. لمين حتطلبي هلا؟ نطلب معين؟ يلا نطلب معين شريف. عم بيقطع دغري. عم بيقطع الخط. يمكن خارج لبنان. هات لنتصل بالليدي مادونا. يلا خلينا نجرب الليدي مادونا. وليك بونسوار يا احلى ليدي بالدنيا. انا مع تمام على الهوا وقال لي مين بتحبي تتصلي وتسلمي. قلت له مع الليدي مادونا احلى ليدي واحلى صديقه بالدنيا. حبيت سلم عليكي من مع تمام وتمام بده يسلم عليكي. ليدي مادونا مساء الخير. هلو تمام كيف كيفك؟ انا اشتقت لك كثير والله. تقولي بالاصوات الحلوه حبيبتي انت يا ليدي. ليش على قلبي كمان حبيبتي. احنا اشتقنا لك ليدي والله. صديقه العمر. صديق المحبة والصدق والإخلاص. ليدي ناتالي فضل الله إنساني ما حدا بيعرف إني تصدقني غير اللي بيكونوا حدا مظبوط وبيعرف مظبوط بداخلها شو فيه. مهم عم يعرفوا قيمتك يا ليدي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا بدي أحكي عن ناتالي. ناتالي صديقة وفية. صديقة وأخت. أنا قدي مرقت هيك بمراحل وبالكورونا وبكل هودي ناتالي دائما تطمن علي. حلو. هي وامها. نعم عن جد. دائما دائما ما لقي غير هالتليفون عم بيرن يطمنوا علي وعلى امي. عن جد كلها محبه ناتالي. حلو حلو. ومخلصه لاصحابها وهي كمان اكلت كثير بكوسه. اكلت كثير غدر يعني من اللي حواليها. نعم نعم. فان شاء الله هو الله يشع كل اعمالها وكل حسناتها اللي بتعملهم. مرسي مرسي ليدي مادونا. مرسي يا ليدي ونشوفك على خير. بالنجاح تمام. مرسي حبيبتي. مرسي كلك زوج. برنامجك كثير حلو كثير نازح. الناس عم تشوفه حقيقي كثير. حبيبة قلبي حبيبة قلبي. ببوسك انا ببوسك. مرسي كمان. مرسي ليدي. مرسي لك ولناتا. مرسي يا حبيبتي. باي باي. انت بخير. يعني هيدا صوت الليدي مادونا. ناتالي بتأمني بصداقاتك؟ يعني اليوم انت اكلت بكوسة اكلت ضروبة طعميت بكوسة ولا لا؟ لا ابدا ابدا. طب عندي سؤال، اليوم بتأمني بالصداقات بالوسط تبعك؟ اليوم بتقولي هيدا الوسط وسط شو؟ مصالح. مصالح مصالح يعني وسخ. اليوم ليك هو وسخ بس الانسان النظيف ده بيقدر يحافظ على حاله مهما يحاربوه.
خلص هيدا الشيء ما دار شيء ربي فيه او تاسس فيه ما فيك تتغير. يعني انا بحكي عن حالي كنتالي فضل احسن ما اقول عم بحكي عن غيري. قدي عشت بعالم الشهرة والأضواء وما زلت بعدنه إجري على الأرض، وهيدا اللي أنا هنيتك صحيح. فيه قبل الحلقة أنه نحن بعدنا لأنه ربينا على قصص حلوة وبنعرف أنه نحن نجاحنا من محبة الناس. 100% اليوم أنت وقاعدة زعلانة حزينة بدك تكتبي واتساب لتشكي همك، انسي أمك وانسي علي، لمين بتشكي همك؟ يعني مين في خايفة من هيدي اللحظة أنه تجي نهار تلاقي حالك، بعتذر على التعبير، لحالك مكبوبة لحالك، لأنه الواحد بس يكون لحاله مشان هيك بيكون عايش وحدة، مش هيك بدك تعمل لآخرتك. يعني كل يوم انت بدك تعمل لآخرتك، إذا بدك تحمي حالك بنقول، بيقولوا في ناس بتقول بدها تكبر يمكن يحطوك بمأوى، وتبقى بدك تقيم كريدت لحالك تتعيش باحترامك. أوكي. لو كنت بمأوى والله يخلي لي اكيد اللي حوالي قريبيني او الا ما بعمل. لمين تبعتي واتساب لما بتكوني مقهوره بدك تبكي؟ مقهوره بدي ابكي، بدي تشكي، ما في غير هول الشخصين بس، هول اللي دايمون سبب لي. لا في يمكن صديقه او صديقتين بس ما دايما هن كمان عندهم مشاكلهم، بس هول كمان بقدر. طيب بس انه ناتالي كل هيدا العمر ما قدرت تبني صداقه حقيقيه ليك؟ ما انت كل ما انشهرت اكثر، كل ما زيد، قد ما بيزيدوا محبينك قد ما بيزيدوا مبغضينك. صحيح. لا تنسى الاعداء اكثر من الاحباب. ليك بدي ارجع ركز بليز نقطه للمشاهدين وخاصه على السوشيال ميديا اللي بعضهم ما عم بيقتنعوا انه انا مش مهتمه بالانستا وكل شيء سوشيال ميديا، مستلم المانجر عندي والاكيب العمل هو مستلم. شو بيطلبوا منك بالانستا؟ شيء غراميات، شيء هوس. تعطينا الانستا تبعك خلينا نشوف. علي علي في مشكله تعطينا الانستا ولا لا؟ نعم لا لا في منهم اوقات بيسبوا لي بيفكروا انه انا عم بدعي اني المانجر. اوكي شو بيطلبوا من 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 الانستا تبعك؟ في منهم بيطلبوا زواج، في منهم ظاهرات، في منهم بيعرضوا مصاري، في منهم شو يعني بيعرضوا مصاري؟ بيعرضوا مصاري تظهر مثل كل البنات. في منهم طيب بس فينا نجيب لك جفتا يعرفوا وين ادرس البيت بيتزاكوا. اوكي بس منهم عايشين انه انا عندي مانجر محنك اكثر منهم. اخر واتساب كتبتي لحبيب من اي متى كان؟ من اكثر من سنتين. اكثر من سنتين؟ والله لك قديش جمعتي اموال؟ ما جمعت اموال، لو جمعت اموال كنت ما جمعتي مال من كل هيدا المد اللي انت فيها؟ جمعت طار وانسرقت كثير، اكلت ضروب كثير، هلا بعدنا عم نحكي. صحيح. حتى مصاري قديش جمعتي تقريبا؟ فيك توصل يعني قولي قولي رقم فوق المليون، بس وين اللي ما بقي منه شيء يعني لا يسكن. وهلا بالبنك قديه في؟ ما في كثير. ما في كثير؟ نعم ما في كتير. بعدين أخذتهم الدولة، خلص اللي ما أخذوهم اللي سرقوني أخذتهم الدولة. جاوبيني بس على هيدا السؤال. اليوم قد ايه ناتالي فضل الله قدرت استعملت جسدها للتجارة، يمكن بدعايات، يمكن ما بعرف اكسترا؟ لأنك شغلي جاوبيني. نحن اليوم كعرض أزياء، وأنا كنت كعارضة ومعروفة نمبر وان، بس ما بحياتي طلعت مثلا استعملت جسمي تعمل لانجوري. عرفت اللي انت ماضر فيك تعرض بقول لك ايه، بس انا كناتالي فضل الله عندي نوع من الخجل، انا ما كنت حب اعرض هيك نوع مثلا. مشان هيك انا بالكونتر تبعي بقول لها الماضر شو بتحبي بتقولي. اوكي اوكي عملت دعايات اكيد، ما هي وجود المراه بالاعلان هو بحل الاعلان. انت مع المساكنه؟ في فترة في فترة من الفترات كنت مع، هلا لا لانه عم شوف القصص اللي في اشياء كثير عم تتغير. خلينا نبقى، انت جربت المساكنة؟ انا كنت خاطبة. اوكي بس المساكنة جربتيها؟ حكينا فيها. هي جربت المساكنة؟ اوكي اوكي شو لقيتي؟ اكلت بوكس؟ لا 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 انا كنت قلت لك كنت خاطبة، كنت رسميا اكلت بوكس. عم بحكي عن المساكنة. لا 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 ما اكلت بوكس، ما هي قدت المساكنة للزواج يعني بالنتيجة. أيه. انه هي كانت بس انا مش لانه سكننا انه قاعدين نفس الاوضه، لا بنفس البيت تعرفنا على بعض لانه كنت ساعبة شغلنا مع بعض. اوكي كنا عم نحكي مع الليدي مادونا. نعم. شو الشيء المشترك بينك وبين الليدي مادونا؟ انه اثنيناتنا مشاهير. اثنيناتنا غير بس مشاهير، اثنيناتنا اكلنا ضروبه تقريبا زيتها، اثنيناتنا خسرنا مال كثير، اثنيناتنا عطينا، اثنيناتنا فتحنا بيوتنا للناس اللي بتسوى اللي ما بتسوى يعني. ناتالي بنوصل لفقره الفضيحه اللي العالم ناطرينها من اول حلقه لهلا. انا رح سلمك الشنطه، هيدي الشنطه بقلبها سيمبول لشيء، هو هيدا فضيحتك. يا بتفتحيها على الهواء مباشره يا بتسكريها. بتمنى انه وتقولي لي ليه بدك تعرضيها او ما تعرضيها، بتخبريني ليه؟ ف
تفضل. تمام، اكيد مش رح اعرضها على الهواء. ليه؟ هالشخص اللي عم بيقول هيك، اذا انا هيك اللي هو وصرميتي اشرف منه. انا نتالي فضل الله، اوكي؟ بس ليه استفزك الموضوع؟ لانه بس لحظه، ليه استفزك الموضوع؟ ما استفزني، لانه هيك ناس حقيره ما بحب. ناس حقيره؟ اي ناس حقيره. يعني سامعه فيها هيدي؟ اشخاص يعني مريضه. اوكي، ما بدك تفتحها؟ لا. طيب فيك تتبقى هون لنختم؟ بدي اعذبك، هل أزعجك الموضوع؟ طب قولي لي، في منه ولا ما في منه؟ لو في منه ما بقول له هو وصرميتي سوا، مع اني انا ما كثير بحكي هيك حكي على التليفون على التي في تلفزيون، بس هيك نوع ناس. طب ليه استفزك الموضوع؟ ما استفزني، اني بقرف من هيك ناس مريضه، لانه وقت بيبقى في انسان بتحس انه مريض. أيه. ما هدول من الاشخاص اللي ما قدروا يوصلوا. ما زال مرضى، خلينا نكشف على الهوا شو هو. لا. اذا بتعملي معروف. لا لا، عامل معروف تمام، بس بعرف بتحترم انت أكيد رايي. اكيد بحترم، اكيد، لانه بكون عم بعطيه اكثر من قيمته. نتالي فضل الله، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرا لحضورك تمام. معنا بمع تمام بالموسم الجديد. الكلمه الاخيره لك، تفضلوا. بعتذر اذا ازعجتك. بدي اقول لكم شغله، قد ما يستفزني تمام رح ضل حبه. بدي اقول لكل اللي كانوا متفاجئين اني بعدني بطلع مع تمام، حضل اطلع مع تمام وحضل تعرفوا اكثر واكثر عن نتالي من خلال تمام. انا ما انزعجت تمام، لانه بعرف هيدا برنامجك، وانت بالعكس هيك عم بتساعدنا تنضوي ونفسر للعالم مين نحن اكثر. بقى بقول لكم يعطيكم الف عافيه والف مبروك لبرنامجك الجديد. ميرسي كثير، ميرسي نتاليا، بهديكي هيدي الشنطه بالختام. ثانك يو، ثانك يو. وانا بدي ودع المشاهدين، انا بدي ودع المشاهدين الاسبوع الجاي حلقه جديده.